فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: مرضت ابنتي ونذرت إن شفاها الله أن أتصدق بـ1000 ريال وقد شفيت ولله الحمد. سؤاله: هل يجوز أن أتصدق بهذه الـ1000 على أخواتي الشقيقات المحتاجات المتزوجات؟ تعطيها للزوج الذي ينفق عليهن. تعطيها للزوج الذي ينفق عليهن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.